بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا اكرم الاكرمين. كلمات في القران الظلم ورد ذكر الظلم وعواقبه السيئه في القران الكريم في مائتين وتسعة وثمانين موضعا. مائتين وتسعة وثمانين. هلأ في مبدأ عام يا أخوان كلما كبر تواتر المادة القرآنية في مسألة معينة معناها أن المسألة خطيرة. يعني لما 289 وتسعة وثمانين مرة حديث عن الظلم في القرآن. ولا تنسوا ان القران هو كلام الله ولا تنسوا انه نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا انه حمل بواسطه جبريل عليه السلام فالرساله عظيمه جدا والمرسل عظيم جدا والمرسل اليه عظيم جدا والحامل للرساله عظيم جدا بعدين 289 مره حديث عن الظلم معناته ان الظلم امره خطير جدا وبين الظلم والظلمه صله لغويه وواقعيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامه والظلم في اللغه وضع الشيء في غير موضعه او هو مجاوزه الحق قال تعالى وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما انه لا يفلح الظالمون هذه انه لا يفلح الظالمون قانون الهي ورد في القران الكريم اربع مرات بنفس اللفظه انه لا يفلح الظالمون مرتين في سوره الانعام وثالثه في يوسف ورابعه في القصص والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يحب الظالمين والله عليم بالظالمين الا لعنه الله على الظالمين ان الظالمين لهم عذاب اليم وعشرات الايات التي تتحدث بالعاقبه الوخيمه لاهل الظلم ومعظم الماده القرانيه في مساله الظلم تتكلم عن العاقبه الوخيمه لهؤلاء وحسبك ان الظلم من الكبائر بل قال بعض العلماء ليس شيء من الذنوب بعد الشرك اعظم من الظلم لان الذنب اذا كان بينك وبين الله فان الله كريم يتجاوز عنك اما ان كان الذنب بينك وبين العباد فلا حيلة لك سوى رضا صاحب الحق قال ميمون بن مهران ان الرجل يقرا القران وهو يلعن نفسه قيل له وكيف ذلك قال يقول الا لعنه الله على الظالمين وهو ظالم يروى ان احد الاكاسره بنى قصرا على دجله ولما انتهى من بنيانه وفرشه راح ينظر الى جماله وحوله حاشيته وكبراؤه هنا قاعه الشرف هنا قاعه العرش هنا قاعه الحريم هذه قاعه الطعام هذه للاستقبال وهكذا هذه نافذه تطل, تطل على المدينه واخرى على الجبل وثالثه على البساتين ورابعه على النهر اطل كسرى من احد النوافذ فوجد على شاطئ دجله وعلى مرمى نظره من بعيد كوخا متواضعا غضب وقال كيف لكوخ حقير ان يكون بجانب قصري ثم امر بازالته ورميه في النهر ففعلوا في المساء اتت امراه عجوز كانت تحتطب وتعمل لكسب عيشها جاءت تفتش عن كوخها فاخبرت ان كسرى القاه في النهر فنظرت الى القصر العامر والدموع تنهمر من عينيها ثم رفعت راسها الى السماء وقالت الهي انا كنت غائبه فاين كنت انت قال فامر الله سبحانه ان يخسف بالقصر وبمن فيه عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا غيري يا إخوان نحن الآن في رمضان وأنت يعني الحمد لله تجتهد في الطاعات صيام صدقات صلوات تهجد أعمال صالحات إيصال البر إلى, إلى الناس وهذا كل شيء محمود مشكور مبرور لكن إذا سمحت راجع نفسك هل أنت ظالم لأحد؟ نصيحة لوجه الله، نصيحة، إذا كنت ظالما لأحد، رد له مظلمته. التاجر الذي يظلم المشترين، والموظف الذي يظلم المراجعين، والقاضي الذي يظلم المترافعين، والضابط الذي يظلم المرؤوسين، والمدير الذي يظلم الموظفين، والغني الذي يظلم الفقير، والزوج الذي يظلم زوجته، والمعلم الذي يظلم تلامذته كل هؤلاء خالفوا القران الكريم وعرضوا انفسهم لغضب الله وسخطه ما لم يكف عن ظلمهم ويردوا الحقوق الى اصحابها. باع رجل دارا لاخر كتبا عقد البيع عند المحامي وبوجود الشهود العدول دفع المشتري العربون واتفقا على التسليم بعد خمسه عشر يوما مضت الايام حان وقت التسليم اعتذر البائع عن التسليم بسبب انشغاله بمرض والده ثم مضت خمسه عشر يوما اخرى اعتذر البائع عن التسليم لانه مشغول مضى شهر ثان لما طلب المشتري المنزل بالحاح قال البائع اسعار البيوت ارتفعت خلال هذين الشهرين وأريد خمسمائة ألف ليرة سورية إضافة على المبلغ المتفق عليه حتى أسلمك المنزل وإلا فلا بيع بيننا ولا شراء وأصر على ذلك حتى أخذ النصف مليون ظلما وعدوانا ميتين وتسعة آية مزق هذا الرجل شان خمسمائة ألف لأنه يعتقد أنه الخمسمائة ألف أقوى تأثيراً من 289 نص قرآني لو أنه يوقن بأن القرآن أقوى من الخمسمائة ألف بكب الخمسمائة ألف وبيأخذ 289 آية رجل صاحب ثروة ومكانة تزوج امرأة ثانية بالسر دون علم زوجته الأولى طلب من زوجته الثانية ألا يعلن الأمر أولا وألا يسجل العقد في المحكمة ثانيا وألا تلد منه طفلا ثالثا وألا يأتيها إلا بالوقت الذي هو يشاء رابعا ورضيت بذلك هلا في سؤال إذا بيموت هذا الرجال بكرة مين بده يعطيها المتقدم والمتأخر للمرأة؟ مين بده يورثها للمرأة؟ ما في ولا إثبات بأنها زوجي رب السماء يورثها بس هو عمل طريقة معينة أنه هي لا ترث منه ليه؟ قال ما بدي أنا زوجتي الأولى نتعلق وأنا بدي مرة ثانية طيب وتظلم تظلمها هذه الثانية طيب شو ساوي؟ مسؤوليتك ابحث عن حل لا تظلم فيه احدا. تاخذ حظك ولا تظلم احدا من العباد. اب سجل كثيرا من املاكه خلال حياته باسم اثنين من اولاده خوفا من التاميم والاستملاك. اعلم ولديه بانه يريد منهم رد الحقوق الى اهلها وتقسيم هذه الاملاك مع بقيه ما يترك حسب الارث الشرعي اذا مات. بابا حبيباتي هدول المعامل البيوت باسمكم مو عن جد هدون إلكم لكم أخواتكم بعد ما موت بعد سنوات مات الاب امتنع الولدان من اعاده تسجيل الاملاك باسماء بقيه الورثه وتوزيع حصص حسب, حسب الارث الشرعي وهم منذ سبع سنوات مع بقيه الورثه يترافعون ضد بعضهم في المحاكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا واكل مال هذا. يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا لم تبقى حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نصيحة يا اخوان الظلم امره خطير كل واحد يراجع حاله رجل او امراه فينا اذا انت ظالم لاحد الان قبل ان يمر شهر رمضان اقسم بالله اذا تترفع عن هذا الظلم والله هذا افضل رمضان يمر عليك بحياتك والله هي ليله القدر تبعك انك انت ترفعت عن الظلم نسأل الله عز وجل أن لا يجعل لعبد عندنا مظلمة وأن يجعلنا ملتزمين أوامره ومتبعين كتابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين